بمناسبة شهر رمضان المبارك نظمت جمعية الوصال الدورة الرابعة لمهرجان الوصال تحت شعار السماع راح تشربه الأرواح. والهدف من تنظيم هذا المهرجان هو الحفاظ على الموروث الثقافي وتوريثه للأجيال الصاعدة وكذلك خلق نوع من التذوق الروحي للمستمع الكريم. ويعني ما أحوجنا لهذه الأجواء الروحانية ونحن في شهر مبارك شهر رمضان الكريم. فعلا كان التوقيف ديال مدة تقريبا 3 سنوات بسبب الجائحة، ولكن الجمهور يعني مهرجان الوصال عنده الجمهور ديالو يعني كيتابعوا فيما مشى وأوفياء ديال جمهور الوصال، فحنا كنكن لهم جميع التقدير والاحترام. اليوم كنتواجدوا بهذا المهرجان الروحي اللي نظمته جمعية الفضيلة جمعية الوصال، جمعية الوصال للسماء والمديح الصوفي اللي باسمي وباسم المنشدات دار الفقيهة كنشكرهم جزيل الشكر على هذه الدعوة اللي منحوا لنا أنا نشاركوا بالأمداح في هذا المهرجان الروحي. احنا جد فخورات لانه هذا الشهر الفضيل تمت الدعوه للمنشده دار الفقيهة باش نشاركوا بالامداح الصوفيه الروحيه الدينيه لهذا المهرجان القيم.